وفي كلمته خلال حضوره اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر وما تلاها، والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة آنذاك. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن مهمة القوات المسلحة هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حقوقها. أن بعد 51 سنة القيادة اللي كانت بتقود الدولة المصرية في الوقت ده كانت قيادة لها رؤية بعيدة جدا جدا، واستطاعت ان هي تتجاوز عصرها وتتجاوز ظروفها وتتجاوز الحالة اللي كانت موجودة فيها منطقتنا، وكانت بتقول ان احنا قاتلنا من اجل السلام، نستعيد ارضنا. وهي دي مهمة القوات المسلحة، هي الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها. وده أمر أتصور أنه هو من أفضل وأشرف المهام اللي بتقوم بها أي قوة أو قوات عسكرية لأي دولة، أنها تحمي بلادها وتحمي حدودها. ولكن اللي أنا أقصد أكلمه هنا، بعد 51 سنة وأنتوا شايفين التطورات اللي بتتم دلوقتي في منطقتنا، وقد إيه أن الرؤية ديت كانت رؤية الحقيقة شديدة العبقرية، وما تحقق فيها بيؤكد دلوقتي الآن إن كان سبق للعصر، وتحقق لمصر السلام. وبقى السلام من الوقت دوت وحتى الآن هو خيار استراتيجي للدولة المصرية. وهنا أتوقف عند نقطة مهمة أكد عليها، إن إحنا ما عندناش في مصر لا القوات المسلحة ولا الدولة المصرية ولا أي مؤسسة من مؤسساتنا عندها أجندة خفية تجاه حد.